نجح النشطاء الحقوقيون في تطويق النظام الخليفي مجددا بعد توقيع 45 دولة على بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعبر الموقعون عن قلقهم الشديد إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون على أيدي قوات النظام. كما أشار البيان إلى الأحكام الانتقامية التي أصدرها النظام بحق البحرانيين على خلفية التعبير عن الرأي والتظاهر. وفي حين ثمن مصدر من القوى الثورية هذا التقدم الحقوقي وأنه يمثل نجاحا للعمل الذي يبذله النشطاء الحقوقيون، إلا أنه أعاد التأكيد بأن المجتمع الدولي لا يزال يتخذ مواقف غير حاسمة في مواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام بشكل يومي. وأشار المصدر إلى أن هذه البيانات من الممكن التأسيس عليها عبر مواصلة النضال الحقوقي في أكثر من اتجاه وميدان، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون دافعا لمد اليد للعمل الثوري والمقاومة السياسية في وجه النظام، وهو موقف كررته القوى الثورية في أكثر من مناسبة، حيث اعتبرت الحراك الثوري في الداخل هو جوهر معادلة الصراع مع النظام، وهي المعادلة التي يمكن أن تجلب نجاحات أخرى على المستوى الحقوقي والسياسي. مراقبون يؤكدون أن النظام ليس في وارد التعاطي الإيجابي مع البيانات غير الحاسمة، وذلك بسبب الدعم البريطاني والأمريكي المتواصل والتغطية على جرائمه. على هذا الصعيد وجهت قوات النظام أسلحتها نحو المتظاهرين الذين ملأوا الساحات في إطار استمرار الغضب الشعبي مع اقتراب احتجاج جثمان الشهيد العبار 60 يوما. وكانت مناطق وبلدات البحرين جددت تظاهراتها اليومية الرافضة للحكم الخليفي وشهدت عمليات ميدانية تضامنا مع عائلة العبار وتأهبا لبرنامج عصيان الشهيد، والذي يتوقع أن يكون بداية لانطلاق جذوة جديدة من النشاط الثوري خلال الفترة المقبلة.